السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء أود شكر الجميع، صراحة هذا شيء يثلج الصدر، يعني الحماس الكبير هذا من عندنا ومن عندكم لتقديم خدمة أفضل للمرضى، هذا الشيء المرجو دائما في الجهات اللي تقدم الخدمة أو الرعاية الصحية للمرضى. أنا يعني ما كنت صراحة على إلمام كامل إنه الحضور يتكلمون العربية، لذلك قدمت أو رتبت مقدمة بسيطة للمشروع هذا، يعطي فكرة عن المرض، سبب اختيار المرض للمشروع المشترك أو التعاون المشترك. ولو كنت عارف أن الحضور كله بالعربية كان حطينا المقدمة بالعربية، لكن راح ناخذ الخطوات شيء مبسط عن فكرة عن هذا المرض، سبب اختياره لمشروع مشترك، وتقريبا نبذة بسيطة عن الآلية اللي ممكن نتخذها. أنا أشوف في بعض المراكز مثل الدكتور محيميد في حفر الباطن غني عن التعريف بالنسبة لنا، يعني هو من نفس المجال معانا وعارف تقريبا معظم اللي راح نتكلم عنه، لكن للبقية خاصة الزملاء في أطباء الأطفال قد يخفى عليهم الجانب الجراحي من المسألة، فإحنا بناخذها إن شاء الله خطوة خطوة. للأخوان اللي ما عندهم يعني فكرة واضحة عن الخلوع الولادية كمرض، هذا طفل عنده خلع ولادي في الجهة اليسرى، الورك الأيمن في مكانه، فاحنا نتكلم عن عظمة فخذ من الطبيعي أنها تتمفصل داخل الحوض عشان تعطي ثبات أثناء المشي وتعطي حركة حرية في الحركة كاملة في هذا المفصل. الطفل اللي عنده الخلع الولادي المشكلة الخلقية هذه يكون المفصل هذا خارج مكانه، زي ما نشوف هنا هذا المفصل بدل ما يكون في المنطقة هذه الطبيعية هو خرج عن مكانه. هذا طبعا اذا كان في جهه واحده. اذا كان في الجهتين زي الطفله هذه اللي اتت متاخره، تجد انه راس عظم الفخذ في الجهتين خارج عن المكان الطبيعي الموجود له. والعلاج سواء كان العلاج التحفظي او العلاج الجراحي يهدف الى ارجاع راس المفصل هذا الى مكانه عشان يعطي الثبات ويعطي الحركه الجيده للطفل، مثل ما حصل للطفله هذه الكبيره بعد العلاج الجراحي. الخلوع الولادية أعتقد أنه جميع العاملين في قطاع الأطفال وفي قطاع جراحة عظام الأطفال يعرفون أنها أكثر مشكلة شائعة في هذا المجال. الإحصاءات تتراوح ما بين 1 إلى 4 في الألف، وأتوقع أنه في بعض مناطق السعودية تتجاوز ذلك. الدراسة الوحيدة اللي عملت في السعودية عملها البروفيسور مرداد من مستشفى عسير المركزي، وهو تقريبا وضح انه العدد تقريبا يصل الى 3.5 في الألف. لكن للأسف في السعودية الشيء الخاص انه معظم الأطفال هذولي ما يحضرون للعناية الطبية في عمر مناسب للعلاج التحفظي بدون الحاجة للجراحة، معظمهم يأتون بعد ما يبدأ المشي عندما تأتي الجراحة ليكون لها الدور الرئيسي في العلاج. الإشكالية هذه الخلقية إذا تركت بدون علاج قطعا تترك أثر سلبي كبير على وظيفة الطفل. وإذا كان الطفل مصاب بالمشكلة هذه في جهة واحدة، راح يكون الطفل أو الطفلة، في الغالب تكون الطفلة، تعرج عرج شديد ويكون عندها فارق في الطول ما بين الطرفين يصل إلى 7 سنتي تقريبا. وإذا كانت المشكلة في الجهتين تكون الطفلة تعرج من الجهتين وقد يكون عندها آلام شديدة وهي توها في سن مبكرة. يعني العلاج المشكلة مثل هذه يعني يختلف بحسب عمر الطفل أثناء التشخيص وبدء العلاج. إذا الطفل شخص في الأشهر الأولى من الحياة قد يكون العلاج بسيط جدا، مجرد جهاز يلبسه الطفل يضع الوركين في وضعية معينة والطفل يشفى بدون جروح بدون أي آثار سلبية. إذا الطفل تأخر في ذلك قد يحتاج رد هذه المفاصل تحت التخدير ووضع جبيرة تحافظ على الرد. لكن اللي حاصل في السعودية بسبب عدم وجود برامج فعالة لكشف الأطفال هذول في عمر مبكرة، في الغالب الجراحة هي لها الدور الرئيسي في علاج هذه المشكلة. كذلك العلاج، نتيجة العلاج أيضا لها علاقة وثيقة جدا بعمر الطفل أثناء بداية العلاج. إذا الطفل تم علاجه في السنة الأولى أو خلينا نقول إلى السنة الثانية من العمر، النتائج تصل إلى حد النتائج الممتازة تصل إلى نسبة تقريبا 95%. ما يلي ذلك من العمر تقل النتيجة وتزيد نسبة الفشل. الخلوع الولادية كمشكلة صحية هي بالفعل تحدي صحي للرعاية الصحية. المشكلة عندنا في السعودية شائعة جدا. المشكلة برضو صعب اكتشافها، ما هي مشكلة
يعني احنا نقدر نقول سهل اكتشافها لغير المختص. يعني مثلا العيوب الخلقية في اليد، في الرجل، في العمود الفقري، حتى الأم والأب يهرعون للرعاية الصحية لأنها مشكلة واضحة تماما. المشكلة في الورك لا تظهر أبدا لا للوالدين ولا حتى لمقدم الرعاية الصحية الأولية. تحتاج تدريب معين، تحتاج معرفة معينة، تحتاج كذلك إلى إلمام بعوامل الخطورة اللي قد تكون موجودة عند الطفل من أجل التشخيص المبكر وبدء العلاج المبكر. الإشكالية أو التحدي الثالث في علاج هذه المشكلة أنه إذا احتاجت لعلاج هي قطعا تحتاج إلى متخصص ذو معرفة كافية وذو خبرة كافية لتزويد الرعاية الصحية اللائقة بهذا المرض. عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي الإشكالية هذه تقريبا، وأتوقع في معظم المستشفيات الرياض والمدن الكبرى، وحدة عناية أو خلينا نقول وحدة جراحة عظام الأطفال، الخلوع الولادية تقريبا تشغل أكثر من ربع الممارسة الصحية فيها، لأنها أكثر مشكلة تواجه جراح عظام الأطفال. وأتوقع إذا كان فيه، أشوف الدكتور هيازع والدكتور محميد من نفس التخصص يعرفون ذلك، أنها هي أكبر مشكلة نواجهها إحنا جراحين عظام الأطفال في المملكة. عندنا تقريبا من خلال بوابة قبول المرضى نستقبل من المناطق الشمالية ومناطق القصيم وحايل تقريبا حوالي حالتين إلى ثلاث حالات أسبوعيا مكتشفة للتو ومحولة للمستشفى الملك فيصل التخصصي، وأتوقع أن العدد أكبر المحول للمستشفيات الأخرى للرياض. لما يتم العلاج، يعني في الوضع الحالي الآن في علاج الخلوع الولادية، لما يتم تحويل الطفل إلى المستشفيات المركزية، العلاج مكلف جدا لجميع الأطراف، مكلف للشؤون الصحية، لأنه الطفل على الأقل راح يحتاج إلى 10 زيارات للمستشفى المتخصص، الطفل راح يحتاج تنويم أقل شيء 4 أيام في المستشفى المتخصص. الزيارات مكلفة ومرهقة للمستشفى المركزي، لأنه الطفل بعد العملية راح يكون في جبس، التنقل فيه في الطائرة ومن البيت وإلى المركز المستشفى المركزي أو المستشفى التخصصي مهمة شاقة جدا جدا. يعني تقدرون تشوفون في الصورة هنا حجم الجبس اللي ينحط بعد العملية، يعني هي أشبه بالمهمة المستحيلة على الوالدين، نقل الطفل من البيت إلى المطار إلى المستشفى التخصصي ومنه العودة للبيت. كذلك الجبس هذا يعتريه إشكاليات كثيرة، إذا كانت العناية فيها في المستشفى القريب من المنزل تكون المسألة سهلة كثيرة على الأهل. يعني ففي هذا البرنامج يعني يهدف أولا وأخيرا إلى الوعي بهذه المشكلة، حجم المشكلة هذه، تعريف المشكلة هذه، كذلك تشخيصها الأولي. فالوعي ينصب أساسا لمعرفة هذه الإشكالية، حجمها في المملكة العربية السعودية، تحديد الأطفال اللي تكون عندهم النسبة عالية بالإصابة بالمشكلة هذه عشان يلتقون أو يتلقون الرعاية الأولية اللي ممكن تكتشف الإشكالية هذه عندهم مبكرا في العمر، من أجل يحصلون على علاج تحفظي بدون جراحة وتكون نتيجة العلاج ممتازة أولا وأخيرا. طبعا البرنامج هذا إذا بدأ، يعني في البداية راح تكون زيارات توعوية مشاركة بالمعلومات وبالوضع ما بين المستشفى التخصصي ومستشفيات الراغبة في الاشتراك في هذا البرنامج، راح يكون في محاضرات تعريفية بالمسألة، راح يكون في مشاركة بالآراء، وبعدين راح نتجه للخطوة الثانية إنشاء العيادات عن بعد، بحيث انه يكون في تواصل بيننا وبين المستشفيات الطرفيه الراغبه بالاشتراك من اجل التشخيص السريع، من اجل التحويل السريع للحالات. ومن ثم تكون الخطوه الثالثه اللي هي خلينا نقول توصيل العلاج في المستشفيات الراغبه في الاشتراك. توصيل العلاج طبعا راح يكون فيها فائده كبيره، العلاج راح يكون في المستشفى القريب من الطفل، هذا اولا، راح تلغى الحاجه للسفر للمستشفيات التخصصية، التكلفة راح تقل على الشؤون الصحية، الأسرة هو شغل الأسرة في المستشفيات المركزية راح يقل أيضا، كذلك تدريب الأطباء الجراحين العظام اللي عندهم الرغبة في علاج المشكلة هذه راح يتم عن طريق الخطوة هذه. طبعا
المنظومة ليست منظومة جراح فقط، هي منظومة كاملة تحتوي جراحين، ممرضين، فنيين جبس للعناية بالمشكلة هذه. لكن يعني الخطوات يعني إذا بدأت بإذن الله ستتوالى للوصول إلى برنامج إن شاء الله متكامل. نأمل إن شاء الله إذا البرنامج هذا بدأ في أحد المراكز المهتمة به أنه يعني ينتقل أو يرفع مستوى الرعاية الطبية للأطفال في المنطقة هذه، يقلل تكلفة العلاج على الشؤون الصحية في المنطقة هذه، وكذلك يقلل أيضا كمية تحويل المستشفيات التخصصية، بحيث أنها يعني تصب جهودها في أمراض أخرى قد يستحيل علاجها في المستشفيات الطرفية. هذا بإيجاز ما يعني ما أردت أن أقوله في تلخيص بسيط للمشروع هذا. المشروع هذا مشاركة بالمعرفة، مشاركة بالخبرة بيننا وبينكم، ومشاركة أيضا بالموارد بين المستشفى التخصصي وبين المستشفيات المهتمة بالالتحاق بهذا المشروع. أجدد شكري للدكتور جهاد الوطبان والأستاذ أسعد، ولكم جميعا على اهتمامكم وحضوركم وتخصيص الوقت هذا لمشاركتنا في مقدمة هذا الموضوع.